نقول تاني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا دي المحاضرة الأولى في مادة الديجيتال ديزاين. بنتكلم في المحاضرة دي على الكونتنتس بتاع الكورس. زي ما قلنا احنا عندنا انتروداكشن تو لوجيك ديزاين، مقدمة عن اللوجيك ديزاين. وزي ما قلنا أي مادة في الأول بيبقى لازم بندي مقدمة عنها. تاني حاجة بنتكلم على حاجة اسمها النمبر سيستمز، أنظمة الأعداد. زي ما قلت إن الأعداد عندك اللي أنت عارفها و فاهمها، اللي هي الديسيمال اللي انت بتتعامل معاها مع اي حد. يعني انت لما تروح تشتري حاجه يقول لك دي ب 20 جنيه، ال 20 دي ايه؟ ديسيمال. طب في حاجات تانية، انظمه تانية غير الديسيمال؟ ايه انظمه الاعداد التانية؟ زي حاجه اسمها الباينري اللي هي بتتمثل في الزيرو والون. في حاجه تانية اسمها الاوكتال، في حاجه اسمها الهكسا ديسيمال. طب الانظمه دي ايه الهدف منها؟ طبعا ده اللي هناخده خلال الكورس، وازاي نتعامل مع هذه الايه انظمه الاعداد المختلفه دي، ده اللي برضه هنتعرف عليه خلال الكورس. برضه اللي هندرسه اللي هو البوليان الجبرا، اللي هي الجبر بتاع العمليات دي. يعني انت طبعا النمبر سيستم اللي انت متعود عليه اللي هو الديسيمال، خدت الجبر بتاعه في اعدادي وفي ثانوي، خدت مادة الجبر، بس خدتها ايه؟ بتفترض ان اي عدد عندك ده عدد ايه؟ ديسيمال. يعني لما بيقول لك مثلا اكس بلس واي مثلا بتساوي زد، الاكس اللي بعوض عنها دي ايه؟ رقم ديسيمال. الواي دي ايه؟ رقم ديسيمال. الزد ده ايه؟ رقم ديسيمال. طب لو كان رقم باينري يبقى ايه اللي اعمله او اتعامل مع الجبر بتاعه ازاي؟ ده اللي هتاخده في خلال الكورس. هتاخد برضك اللوجيكال اوبريشنز، العمليات المنطقيه. طب العمليات المنطقيه دي زي ايه؟ اللوجيكال اوبريشنز اند جيت، ببساطه قوي زي عمليه الاند والاور والنوت، ابسط الانواع. سمعتوا عنها الاند والاور والنوت دي يا جماعه؟ سمعت عن الاند والاور سي بلس في ايوه السيجنال؟ في السيجنال خدت الاند والاور. الاند يعني حاجه وحاجه، يعني الاند بتتحقق لو الايه الحاجتين ترو، ترو اند ترو تديني ترو. يعني ايه؟ لسه لسه ايه في اللوجيكال اوبريشنز هندرس الاند والاور والنوت مثلا، يعني كحاجه بسيطه كده بنقول لكم يعني ايه لوجيكال اوبريشنز. طبعا هندرس برضو الكومباينيشنال، يعني لوجيك اند مينيمايزيشن تكنيكس. اللوجيك اللي انت بتستخدمه اند واور ونوت دول ممكن يبقوا كومباين من حاجات مختلفه، يعني دايره يبقى فيها كذا اند وفيها كذا اور وحاجات مختلفه. يعني كومباينيشنال يعني كده، من الكومباينيشنال لوجيك يعني زي كومباين، يعني ميكسنج من اللوجيك جيتس، عباره عن مجموعه من الاند والاور والنوت. وممكن انك تعمل لها مينيمايزيشن، يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك في دايره فيها خمسه اند جيت وواحده اور جيت، تختصرها لاتنين اند جيت بس واور جيت واحده، واخد بالك؟ يعني بدل ما يبقى فيها اندات كتير واورات كتير، تقدر اورز كتير، تقدر انك تعمل لها مينيمايزيشن. يعني مينيمايزيشن تكنيكس، هنتعرف على تقنيات مختلفة لعملية الايه المينيمايزيشنز، ان لما تبقى دايرة مور كومبلكس، يعني فيها لوجيك جيتس كتيرة، فيها عدد اند واور ونوت كتيرة قوي، تقدر انك تختصرها لعدد اقل من الاند والاور وتأدي نفس التاسك او نفس البرفورمانس، يعني تطلع لك نفس النتيجة. هندرس برضو الكومباينيشن. دكتور ايوه اتفضل. بعزم حضرتك، بس اتفضل. ليه واحد صاحبي مسجل مواد عايز يدخل اللي يحضر معانا المفروض الديجيتال، بس مكتوب عليه، مكتوب في الموقع بتاعه ان كل الدور مفيش ولا دورة متسجلة. ايوه، هي مادة الديجيتال هو مش مسجلها، مش هتظهر عنده. لا هو مسجلها، بس اصلا مفيش ولا مادة اصلا واخدة تظهر عنده. لا دي ما اعرفش ولا مادة ليه، في مشكلة عنده في حاجة لازم يرجع بقى لبتوع الاي تي وكده، ما اعرفش دلوقتي. تمام خلاص، تمام ماشي طيب، في برضه عندنا الكومباينيشنال لوجيك فانكشنز. الفانكشنز المختلفة الكومباينيشنال لوجيك فانكشنز زي ايه يا جماعة؟ دايرة اسمها المالتيبلكسر. المالتيبلكسر ده زي ما هتعرف ده دايره متكونه من شويه اند واور ومش عارف ايه وحاجات من دي. ودي مالتيبلكسر، دايره اسمها الانكودر، دايره اسمها الديكودر، دايره اسمها الادر، دايره اسمها السبتراكتور، دايره اسمها الكومباراتور. الدوائر دي هتاخدها ازاي تتعمل وايه الهدف منها؟ باستخدام اللوجيك فانكشن، باستخدام اللوجيك جيتس اللي هي الاند والاور وهكذا. طبعا انت من الاسم ادر وسبتراكتور، من اسمها ادر يبقى اكيد بيعمل بيجمع، سبتراكتور اكيد بيطرح، كومباراتور اكيد بي ايه بيقارن. لكن ممكن كلمه مالتيبلكسر دي، مالتيبلكسر تبقى ايه صعب عليك تفهمها دلوقتي، انكودر ديكودر
ما تقدرش تفهمها دلوقتي. فكل الحاجات دي هن ايه هندرسها بالايه بالتفصيل، باستخدام اللوجيك جيتس، باستخدام الاند والاور والنوت. في برضه حاجات اسمها البروجرامابل لوجيك اريز والميموريز وديزاين ويز ام اس اي لوجيك فاميليز. دول ممكن يعني بنخليهم في الاخر لو الوقت اتسع عندنا، يعني لو الوقت بقى متسع عندنا نقدر نديه. يعني بعد ما بنخلص الكومباراتور اللي هو الكومباينيشنال لوجيك فانكشنز اللي متمثله زي ما قدامك في المالتيبلكسرز والدي مالتيبلكسرز والانكودرز والديكودرز والادرز والسبتراكتورز والكومباراتورز، بعد كده بندرس الايه السيكوينشال سيركتس، حاجه اسمها سينكرونس، انواع تانية. في كومباينيشنال اللي قلناه، في حاجه اسمها سيكوينشال سيركتس. سيكوينشال بس تعرفها دلوقتي ان بيبقى فيه فيدباك، يعني الاوتبوت بيرجع مره اخرى بيدخل على الانبوت. ففي بقى منها حاجات دي بتبقى ليها ديزاينز مختلفه، يعني مش مالتيبلكسر ودي مالتيبلكسر زي الكومباينيشنال، لا حاجه اسمها الريجسترز اللي هو زي اللي بتسجل فيه اللاتشز الكاونترز العدادات. في عندنا حاجه اسمها الفليب فلوبس، كل الحاجات دي هندرسها. طبعا كل ده مقدمة، هذا الكورس بيكون مقدمة لكورس اسمه المايكرو بروسيسور اللي انت هتدرسه في السنوات القادمة، بتاخد فيه الاركتكتشر بتاعة المايكرو بروسيسور والانستراكشن سيت والانترفيس. وطبعا احنا عارفين ان المايكرو بروسيسور ده زي هاردوير كده موجود عندك في الجهاز بتاعك. زي مثلا او افكرك انت لما بتجيب جهاز بيجي يقولك انت عايزه كور اي 5 ولا كور اي 3 ولا كور اي 7 ولا طبعا القديم او البنتيوم. كل الانواع اللي احنا بنتكلم عنها دي يا جماعة ما هي الا بروسيسور. فده الكورس ده مقدمة لمعرفة المايكرو بروسيسور. طيب تعالى نستكمل كده مع بعض، ماشي؟ ادي الصفحة اللي بعديها. الريفرنسز اللي احنا بنستخدمه عندنا اللي هو كتاب مانو، وفي عندنا كتاب فلويد. يعني في عندنا كتابين، في كتاب اسمه مانو وفي كتاب تاني اسمه فلويد. كتاب مانو بيعتبر دي واحدة يا جماعة. طيب دلوقتي عندنا المراجع اللي عندنا اللي هو الديجيتال ديزاين، عندنا كتاب موريس مانو. ده بيعتبر الكتاب دوت بيبقى بس متعمق شوية في الشرح. وفي كتاب تاني اسمه فلويد اللي هو خاص الكتاب، الاوثر اسمه فلويد، الكتاب اسمه ديجيتال فاندامنتالز اللي هو 9th اديشن. الكتاب دوت بسيط جدا، يعني احنا السلايد بتاعتنا متاخده منه لان هو اسلوبه بسيط قوي عن كتاب مانو، يعني يمكن كتاب مانو اعقد شويه. وفي كتاب تالت اسمه ديجيتال لوجيك اند مايكرو بروسيسور ديزاين، فهو داخل شويه في المايكرو بروسيسور اكتر بتاع هونج. فممكن يعني ايه لو انت احتجت اكتر عايز تعرف المايكرو بروسيسور ممكن تحتاج للكتاب التالت. افضل كتاب بالنسبه لك ككتاب شرح بشرح سهل قوي اللي هو الديجيتال فاندامنتالز. طيب تعال نشوف كده. طيب بالنسبه للمحاضره بتاعه النهارده، الكونتنتس بتاع المحاضره، دقيقة واحدة بس يا جماعة، دقيقة واحدة عشان في تليفون. طيب بنكمل الليكتشر كونتنتس دلوقتي. عندنا introduction to logic design. الناس معايا سامعيني؟ طيب تمام تمام introduction to logic design، مقدمة عن اللوجيك ديزاين. ففي عندنا الأول حاجة هنتكلم في المقدمة الفرق بين الديجيتال والأنالوج، دي مهمة جدا نديها النهارده، الفرق بين الكميات الديجيتال والكميات الانالوج. تاني حاجة البيزك لوجيك ستيتس، تمام. تالت حاجة الستيتس بتاعت اللوجيك، البيزك لوجيك ستيتس دي هنتكلم عنها. تالت حاجة الاوبريشنز، العمليات المهمة في اللوجيك اللي هي بنسميها البيزك لوجيك اوبريشنز. وبعد كده هنتكلم عن أنظمة الأعداد. احنا قلنا في الديسيمال نمبر وفي الباينري نمبر، وفي طبعا العمليات اللي بتتم على الباينري نمبر دي ممكن نقول ايه العمليات الحسابية اسمها باينري ايه ارثماتيك. طب انترودكشن، واحدة من الخصائص اللي بتعمل سيباريشنز اللي طبعا ما بين الانجينير او اي واحد مش محترف
اللي هو ان هو بيتحكم في عملية الكومبليكستي بتاعت الديزاين بتاعه. يعني انت لما بتيجي تصمم، ممكن تصمم تصميم، لو انت واحد مش مهندس تصمم تصميم معقد جدا، لكن المهندس بيقدر يمانج الكومبليكستي، يعني يقدر يتحكم ان هو يعمل لك الديزاين بشكل كويس جدا او بشكل بسيط قوي. يعني في ناس ما بتيجي تصمم تصميم الاتنين مطلعين نفس النتيجة، بس في واحد عامل تصميم معقد جدا وواحد عامل تصميم ايه بسيط جدا. فده بيميز بين المهندس وغيره. يعني انت كمهندس المفروض انك بتبسط التصميم بتاعك. ففي احنا في اللوجيك ديزاين هنتعود ان احنا لازم نخلي الديزاين بتاعنا في ابسط صوره. طبعا الديجيتال سيستم بتبقى بيلد، المفروض انها مبنية من عبارة عن ايه اصلا الديجيتال سيستم؟ من ملايين او بلايين الترانزستورات. طبعا خدنا الترانزستور في الالكترونيكس، مش كده؟ خدتوا الترانزستور في الالكترونيكس ولا لا؟ ها الناس معايا؟ لا، ما خدتوا البايبولر، خدتهم. خدتوا البايبولر ترانزستور مثلا، وممكن تكونوا خدتوا الموسفت. فهو الديجيتال سيستم دي مبنية من ملايين او بلايين الترانزستورات. طبعا بيقول لك برضك ان المفروض ان اي واحد او اي انسان مش ما بيقدرش اندرستاند ذيس سيستم بمجرد ان هو يكتب ايكويشن بتوصف الموفمنت بتاع الالكترونيك ان اتش ترانزستور اند سولفينج اول ذيس ايكويشنز سيمالتينيسلي، ما يقدرش يستوعب كل ده. فانت لازم تتعلم ازاي تتحكم في الكومبلكستي عشان تقدر تبني زي بروسيسور، مايكرو بروسيسور باي ايزلي مانر. المايكرو بروسيسور ده هو الهدف من هذا الكورس، انك تعرف تعمل بروسيسور. بروسيسور يعني بيعمل عمليات، بروسيسنج يعني معالج، فالمعالج مايكرو يعني دقيق، يعني معالج دقيق. فانت عشان توصل لهذه المرحلة لازم تقدر تتحكم او تفهم ازاي تتحكم في الكومبلكستي بتاعة الديزاين، انك انت ما تخليش الديزاين بتاعك يكون ايه معقد بشكل كبير. طيب تعال بص كده للليفلز بتاعنا بتاع الليفلز فور ابستراكشنز اوف الكترونيك. يعني لو احنا شفنا كده زي ما انت شايف كده الشكل اللي قدامي، الشكل اللي قدامي كده انا عندي ايه؟ بص البداية من تحت خالص، لو انا بتكلم من تحت الالكترونيكس الاول خالص، حركة الالكترونات نشأت منها الاجهزة اللي هي متمثلة في الدايودز والترانزستور. يعني انت لما درست الكترونيكس درست في الاول علم الفيزيكس اللي درست من خلاله الالكترونيكس، من خلال البي ان جانكشن، هولز والكترونيات. بعد كده من البي ان عرفت انها تقدر تنشئ منها الدايودز. الدايودز ده بتجيب منه ايه؟ تقدر تجيب منه الترانزستور اللي هو بدل ما هو بي ان جانكشن بس، لا ممكن يكون بي ان بي او ان بي ان جانكشن، يعني بقت ايه جانكشن، وسعت في عمليه الجانكشن وصلت للترانزستور. بعد كده بقى مجموعة ترانزستور اكتر، وصلت يعني مثلا بدأت تعرف ازاي تعمل فلترز، ازاي تعمل امبليفايرز. بعد كده تطورت العملية، انا بكتب بقول التطورات من تحت لفوق، تمام. بعد كده دخلنا على الديجيتال سيركتس المتمثلة في الاند والنوت والاور اللي احنا هنتكلم عنها في محاضراتنا. اللوجيك برضك اللي هو متمثل في الادرس، العناوين والميموريز، الذاكرة. بعدين دخلنا بقى بتدخل بقى في حاجه اسمها المايكرو اركتكتشرز، متمثله في حاجه اسمها زي مايكرو كنترولر. ده بقى الليفلات العاليه قوي لما تيجي تتقدم. يعني انت واقف عند نقطه اللوجيك بس دلوقتي، لكن انت تتقدم اكتر بقى ايه لما تدخل في المايكرو اركتكتشر والاركتكتشر. بعد كده، بعد كده الاوبريتنج سيستم، بعد كده الابلكيشن سوفت وير، البرامج اللي داخل الايه السيستم بتاعك. الاوبريتنج سيستم زي ايه؟ أنظمة التشغيل زي الويندوز، الدوس، اليونكس، مش عارف ايه الحاجات دي اللي بتشغل لي السيستم. امال ايه الابلكيشن سوفت وير؟ لا ده دلوقتي التطبيقات اللي بتبقى جوه الايه الويندوز مثلا. يعني تطبيق زي مثلا ما بتستخدم السي بلس بلس بروجرامنج، ده بيعمل تاسكس معينة، ده بيعتبر زي ابلكيشن ايه سوفت وير. فدي التطورات المختلفة يعني بتمشي ازاي، او الليفلز او المستويات. انت دلوقتي واقف عند الليفل بتاع اللوجيك، الديجيتال سيركتس واللوجيك، هو ده اهم حاجة اهي اللي انا بشاور لك عليها، اللي هي الديجيتال سيركتس واللوجيك، دول هم اللي هندرسهم خلال الكورس بتاعنا. طيب تعال بقى نشوف الفرق ما بين الديجيتال والانالوج. هل حد منكم يقدر يجاوبني ايه الفرق بين الديجيتال والانالوج؟
ها، في حد عارف ايه الفرق بين الانالوج والديجيتال؟ يا شباب سامعيني ولا لا؟ باش مهندسين، ها في حد عارف ايه الفرق بين الديجيتال؟ نعم، في حد فاهم عارف ايه الفرق بين الديجيتال والانالوج يقدر يقول لي؟ الديجيتال كميات تحت الخط المفقودة، الكميات ايه تاني كده كميات يعني تحت الخط كله، الرسمة الأولانية دي ديجيتال، اللي فوق دي ديجيتال واللي تحت؟ أنالوج، خط مستقيم مستقيم. لا الكلام مش صح، اللي فوق دي الانالوج بيبقى كونتينوس يا دكتور، ولا الديجيتال بيبقى ديسكريت؟ حلو. اللي الباشمهندس بدأ يقرب من الإجابة، اللي فوق يا باشمهندس اللي جاوب أول واحد إجابة غلط خالص، قال لك إن اللي فوق ده ديجيتال، ده مش ديجيتال، اللي فوق ده أنالوج زي ما زميلك قال. أنالوج يعني إيه؟ عند أي لحظة بلاقي في قيمة للسيجنال أجينست التايم. أي لحظة يعني أنا خط الواي الإكس أكسس بتاعي هو تايم، هو هنا بيرسم تمبريتشر مع التايم، فعند أي لحظة في قيمة للسيجنال. تعالى للرسمة اللي تحت، لا مش عند أي لحظة، اللي تحت دي بقى عند أزمنة محددة، صح؟ زميلك قال دي ديسكريت، ديسكريت يعني متقطعة اللي خدتها في السيجنال، بس خلي بالك أنا ما زلت ما وصلتش الرسمة اللي تحت دي للديجيتال. حد يقدر يقول لي الرسمة اللي تحت دي اسمها ديسكريت مش ديجيتال؟ خلاص؟ يعني عشان نبقى دقيقين بنقول ديسكريت، أمال الديجيتال عبارة عن إيه؟ مين يعرف الديجيتال عبارة عن ايه؟ ها صفر وواحد بس يا دكتور. ايوه بالظبط، الله ينور عليك، زيروز وونز، الله ينور عليك. يبقى هنا كل الكلام اللي ظاهر تحت ده هحوله لزيروز وونز، بس خلي بالك هحوله ازاي، لطريقة يعني مش هتاخد القيم دي، لا ده انت هتحول القيم دي لحاجة، وبعد كده الحاجة دي هي اللي هتحولها لك لزيروز وانس، فشغلانة بقى. خدت بالك يعني ازاي تحول لزيروز وانس؟ ده دلوقتي في مادة اسمها يعني دي اس بي، ديجيتال سيجنال بروسيسنج، بتوضح لك ازاي تحول الديسكريت لزيروز وانس. خدت بالك؟ لكن الديسكريت ده مرحلة، اول مرحلة في التحويل من انالوج الى ديجيتال. يبقى الرسمه اللي فوق دي انالوج، لان انا عندي عند اي لحظه قيمه للسيجنال. ها في حد بيسال؟ حد بيسال في حاجه؟ طيب يبقى اللي فوق دي الانالوج، لكن اللي تحت دي دي تعتبر ديسكريت سيت اوف فاليوز، بتتحول لزيروز وانز زي ما زميلك قال، هي دي اللي من خلالها ببقى اتعامل مع ديجيتال. يعني الديجيتال عباره عن اصفار وحايد، الماده بتاعتنا عباره عن اصفار وحايد. طيب تعال بص كده للانالوج الكترونيك سيستم، نظام انالوج زي ما انت شايف كده، نظام بيمثل الانالوج زي ما انا شايف كده. بص كده الشكل اللي قدامي، انا عندي مايك اللي هو عبارة عن ايه، زي بتدخله الصوت بتاعك اوريجينال ساوند ويفز، فمحول السيجنال بتاعتي لالكترونيك سيجنال زي ما انت شايف، اللي هي الاوديو سيجنال اللي انت شايفها دي، يعني خدها وحولها لسيجنال كده الكترونية، فقدر يدخلها على امبليفاير. السيجنال الاوديو دي ايه؟ متعرفه عند اي لحظه يبقى دي انالوج، حصل لها امبليفيكيشن، لينير امبليفيكيشن، كبرت بعدين راحت للسبيكر، فالسبيكر سمعها بصوت عالي. يعني ده مثال على الانالوج الكترونيك سيستم، ابسط يعني من الامثله البسيطه جدا. عندك صوت اهو، دخلته على الميكروفون المايك، حوله الالكترونيك سيجنال اللي هي الاوديو سيجنال، في امبليفاير كبر لي السيجنال دي، راحت للسبيكر بصوت عالي. تمام كده؟ السبيكر اللي هو السماعة اللي ايه، قدرت ان انت تسمع الصوت من خلال، فده يعتبر انالوج الكترونيك ايه سيستم، مثال عليه يعني. طبعا احنا شغلنا هيبقى على الديجيتال، بس لازم نعرفك الانالوج برضو عبارة عن ايه. طيب تعالى برضو ده سيستم تاني بقى، يوزنج ديجيتال اند انالوج، في ديجيتال وانالوج. عندك السي دي هاي اللي فيها الداتا بتاعتك، الديجيتال داتا، داتا متخزنه في السي دي درايف بتاعك، الدي في دي او السي دي روم، حاطط سي دي هاي، السي دي هاي دي حاطط عليها الداتا. الداتا دي عباره عن ايه؟
طب دقيقة واحدة بس يا جماعة عشان في تليفون. دقيقة واحدة. أيوة بنقول يا جماعة إن إحنا عندنا دلوقتي السي دي درايف، تمام، متمثل فيه هنا ديجيتال داتا زي ما أنت شايف، هي مجموعة من الزيروز والوانس، هي دي ممثلة الداتا بتاعتي. خدت أنا الديجيتال داتا دي، الزيروز والوانس دي هي اللي متمثلة فيها المعلومات، يعني المعلومات بتاعتك متمثلة في زيروز وانس، الداتا اللي متخزنة على السي دي درايف دي متمثلة في زيروز وانس زي ما أنت شايف كده. خدناها كده حولناها الانالوج، ديجيتال تو انالوج كونفرتر، حولها لك للانالوج اهو، الشكل المتعارف عليه، لازم تبقى عارف الشكلين دول، يعني شوف شكل الانالوج اهو. خلاص؟ بعد كده الانالوج ريبرودكشن اوف ميوزك اوديو سيجنال، يعني ممكن تكون دي عبارة عن انالوج سيجنال. قصدي ميوزك اوديو سيجنال اللي هي متمثلة في صورة انالوج. عملنا لها لينير امبليفيكيشن عشان اقدر اكبرها، ووديتها للسماعة للسبيكر فقدر ان هو ايه يسمعها. خدنا بالنا من السيستم دوت، في ديجيتال وفي انالوج. واضح هذا السيستم ولا لا يا جماعه؟ واضح لدى الناس؟ ايوه يا شباب. واضح لك. طيب، طب الحمد لله. طيب نكمل البيزك لوجيك ستيتس. خلي بالك بقى من الحته دي قوي، هو اللي انت بتتعامل معاه زيروز وونز، يعني مجموعة البيتس اللي موصفاه لي الداتا بتاعتي لازم تكون يا زيرو يا وان، ما ينفعش الاقي وسط الداتا 2 3 4 وتقول لي ده ايه لوجيك ستيتس، لا لازم يا زيرو يا يكون يا ايه يا وان. تمام، دقيقة واحدة خليكم معايا يا جماعة، دقيقة واحدة. تمام يا جماعة معلش. طب دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يا جماعة معلش، دقيقة واحدة. ايوه يا جماعة بنكمل مع بعض، الناس سامعاني؟ ايوه خلاص. دكتور سامعينك. طيب دلوقتي زي ما انت شايف الداتا اللي قدامك عباره عن 1 و0، يعني 1 و0، يعني زي ما انت شايف الداتا اهي اللي انا شايفها اللي هي البيت سيكونس ريبريزنتد باي ويف فورم ايه، اللي هي فيها واحد، الواحد مثلته بسكوير بالس، بتلاقي ان الواحد بيكون ليه امبليتيود والزيرو كانه ملوش امبليتيود. الواحد اهو، الزيرو بعد كده زيرو، الزيرو يعني كأنه خط الصفر اهو، الواحد كأنه ارتفع شوية بمسافة معينة. فهو رسم لك على جنب هنا الزيرو، قال لك لو الفولت اللي خارج من الدايرة ما بين فيلو مينيمم وفيلو ماكسيمم بعتبره زيرو. يعني ايه مثلا؟ يعني انت لو عندك دايرة طلعت لي مثلا، قلت لك لو طلعت لي من زيرو لواحد فولت هعتبر ان ده زيرو. طب وواحد اعتبره ازاي؟ لو طلعت لي مثلا من 4 ل 5 فولت، سواء ما بين 4 ل 5 هعتبرها 1. طب ما بينهم ان الاود، غير مسموح، يعني هي يا اما تطلع ما بين الزيرو والواحد اعتبر الناتج ده زيرو، يا اما النتيجه اللي تطلع من الاوتبوت بتاعي يطلع من 4 ل 5 فهعتبر ان الاوتبوت ده ب 1. لو طلع لي بين البنين ما فيش، ما بيحصلش هذا الكلام، يعني ما يحصلش ان يطلع لي مثلا ايه 3 2، الاوتبوت اللي بيطلع يا اما ما بين الزيرو والواحد فهعتبر ان الناتج ايه بزيرو، يا اما ما بين الاربعه والخمسه هعتبر ان الاوتبوت ده الاوتبوت عندي ده بكام؟ بواحد، زي هو ما راسم لك كده. فده بيمثل البيزك لوجيك ستيتس عندي، الستيتس او الحالات بتاعتي. ماشي؟ طيب بعد كده بيقول لك البيزك لوجيك اوبريشنز، اهم بقى 3 اوبريشنز في اللوجيك اوبريشنز عندي هما النوت والاند والاور، ورسم لك شكل الجيت بتاعتنا. يعني نوت اهي ابسط الحاجات، اهي الشكل اهو شكل مثلث كده وبعديه دايره، ده اسمه نوت. اند بالشكل اللي قدامك ده شكل اند، اهي شويه سلوك كده داخله كانبوت مخرج لي اوتبوت. اور نفس الشكل بتاع الاند، بس بيبقى الانبوت داخل على زي كيرف، الرسمه بتبقى كيرف، يعني في فرق بص بسيط قوي، عشان كده في الامتحان وانت بترسم تراعي انك توضح لي ان ده كيرف ولا خط فيرتيكال، لان لو خط فيرتيكال يبقى ده اند، يعني خط فيرتيكال ناحيه الانبوت يبقى ده اند، خط كيرف يبقى ده اور، فانت تاخد بالك لما يجي في الامتحان بقى ما تبينليش تلخبط لنا الدنيا، وتبقى ايه العمليه كده تبقى مش سهله. يعني في ناس بتيجي الاور تتدلع وتعملها لي زي خط مستقيم، او الاند تبقى بدل ما خط فيرتيكال تروح عاملها لي ميل سنه فيبان انه اور، ويجي في الامتحان يقول لك انا ما خدتش بالي بس الخط مش الخط، لا لازم تبقى ايه
مراعي الحتة دي. طب تعال نشوف كل جيت من دول، ابسط حاجة النط هقولها واخلص منها، داخل انبوت خارج اوتبوت، لو اللي داخل زيرو يقلبها لك تبقى 1 يبقى الخارج 1، لو اللي داخل 1 يبقى الخارج زيرو، يبقى هي بتعكس الوضعية. يعني لو اللي داخل زيرو يبقى الاوتبوت 1، لو داخل 1 يبقى الاوتبوت زيرو، ده النط. طيب الاند، الاند عشان تطلع واحد لازم كل السيجنال اللي داخله تبقى بواحد، تبقى بوان، ودي اسمها هاي. يعني الواحد يعني هاي، والزيرو يعني لو، بنقول عليه هاي ولو. خدت بالك؟ عشان برضك تبقى واخد بالك من المسميات. يعني انا بقول هاي ولو، الهاي اقصد بيها الواحد، اللو بقصد بيها الايه، الزيرو. طيب الاند لازم عشان تطلع هاي او واحد لازم كل الدخل يبقى بواحد، او كل الدخل يبقى بهاي. تمام. طيب دقيقة واحدة يا جماعة، معلش في تليفون، دقيقة واحدة. اللي بنقوله ان احنا عندنا الاند كل اللي داخل ترو عشان يطلع النتيجة ترو، كله ترو، ترو اند ترو اند ترو اند ترو، لو واحد فولس يطلع فولس، ما الاند كده لازم كله يتحقق. تمام. يبقى اي حاجة تطلع لي لو ما عدا لو كل اللي داخلين هاي يبقى الاوتبوت هاي، دي الحالة الوحيدة اللي تطلع لي هاي. امتى يطلع له غير كده؟ لو دخل له واحد يطلع لي له. وهنا اعمل لك اكزامبل الاثنين انبوت، اثنين انبوت دول لو كانوا هاي يطلع لي هاي، لو الاولاني لو والتاني هاي يطلع لي لو، لو الاولاني هاي والتاني لو يطلع لي لو، لو الاولاني لو والتاني لو يطلع لي لو. خلي بالك برضو، لازم تاخد بالك، انا لما جيت اتكلمت على اثنين انبوتس، طب دقيقة واحدة يا جماعة، دقيقة واحدة. زي ما احنا شايفين كده، لو انا عندي تو انبوت يبقى عندي كام حالة؟ ها مين يجاوب؟ لو عندي تو انبوت داخلين على الجيت بتاعتي يبقى يعملوا كام حالة دول يا جماعة؟ تو انبوت وهم زيرو يا أربع وان، حالات، اربع حالات، يا يا اما أربع الاثنين، حالات. لا اما الاثنين وحايد، يا اما الاولانية زيرو والتانية واحد، يا اما الاولانية واحد والتانية زيرو، يا اما الاثنين صفار. خدت بالك؟ فلازم دي تبقى ايه، متعود عليها دائما. تمام. طيب نستكمل. طيب يبقى كده دي دلوقتي عندي كام؟ فيها اربع حالات. دلوقتي يبقى دي كده 11، دي 12. طيب برضو بنستكمل في البيزك لوجيك اوبريشنز. لو كانت اور، الاور بقى بصوا بقى، خلي بالك الاور، عشان الاور دي يعني او يعني ايه؟ يعني بتطلع زيرو امتى، فولس امتى؟ لو كلهم فولس، يعني بتطلع زيرو لو كل اللي داخل زيروز، غير كده تطلع هاي. يعني ترو اور ترو تطلع ترو، ترو اور فولس تطلع ترو، فولس اور ترو تطلع ترو. امتى تطلع فولس؟ لو كل اللي داخل فولس، يعني كلهم صفار يطلع صفار. فهو مدي لك هنا لو اتنين انبوت مدي لك برضو الاربع حالات، لو الاولاني واحد والتاني واحد يطلع هاي، الاولاني زيرو والتاني واحد يطلع هاي، الاولاني واحد والتاني زيرو يطلع هاي، لو الاتنين صفار يطلع صفر. يبقى ناخدها قاعدة ان كل الانبوت لو زيروز يطلع زيرو، غير كده يطلع ايه؟ هاي. طيب دقيقة واحدة، في تليفون تاني، دقيقة واحدة يا جماعة. دلوقتي زي ما احنا قلنا، لو عندنا الاور يبقى انت وانت مغمض كده، لو لقيتهم كلهم لو تديني زيرو، تديني لو، لو كلهم صفار يطلع لي صفر، ما عدا ذلك مش عارف، بس في تليفونات كتير، دقيقة واحدة. فطبعا هنا وانت مغمض زي ما بقول لك، لو انت شغال اور كله زيروز يطلع زيرو، لو واحد بس هاي يطلع هاي. خلاص؟ فهي دي كده سهلة أوي. هو بقى عامل لك برضو رسمة النط، لو مدخل واحد يطلع زيرو، لو مدخل زيرو يطلع واحد. في مشكلة عندك بالنسبة للآند والأور والنط؟ حد عنده مشكلة في ازاي الأوبريشن بتتم بالنسبة للآند والأور والنط؟ ها؟ لا تمام خالص. تمام. طيب نكمل مع بعض، ثانية واحدة. اها 12، يبقى دلوقتي السلايد رقم 13. النمبر سيستمز بقى، خلي بالك انت لو
شفت المحاضرة دي برضو فيديو، هتلاقي ان انا وقفت عند جزئية النمبر سيستم، كنت فاصلهم يعني عن بعض. هنا النمبر سيستمز عندي انظمة الاعداد، هنتكلم على نظام الديسيمال اللي الناس عارفاه، ونظام الباينري اللي انتوا لسه قايلين لي عليه زيروز والوانز، والعمليات الارثماتيك العمليات الحسابية الخاصة بالايه بالباينري. ماشي طيب، تعال نشوف الديسيمال نمبر. بصوا بقى للديسيمال نمبر كده، رقم زي 23 ده رقم ديسيمال خلاص. هناخد بقى كل ديجيت، خدها قاعدة، الديسيمال كل ديجيت بيتراوح من 0 ل 9، كل ديجيت موجود عندك بيتراوح من 0 ل 9. طيب ال 23 دي فيها كام ديجيت يا جماعة؟ مين يقول لي في كام ديجيت عندي؟ 23 دي دول كام ديجيت؟ اتنين يا دكتور. اتنين، عندي الاتنين والتلاتة. التلاتة دي بتتراوح من زيرو لتسعة ولا لأ؟ ها؟ التلاتة مش بتتراوح من زيرو لتسعة، والاتنين مش بتتراوح من زيرو تمام. لتسعة، بس يبقى ده ديسيمال صح، مطبق القاعدة اللي بنقول عليها. طيب بنيجي من ناحية اليمين خالص، التلاتة الديجيت اللي من ناحية اليمين، كل ديجيت ليه ويت، كل ديجيت ليه ايه يا جماعة؟ ليه وزن. من ناحية اليمين لا، يعني بيبقى الويت بتاع اليمين اقل من الشمال، كل ما بمشي شمال الويت بيعلى، الوزن بيتقل يعني، خدت بالك؟ طب تعالى نركز بس في الحتة دي، رقم زي 23 تمام، لازم اعرف الديسيمال نمبر ده، احنا قلنا من 0 ل 9، الويت بتاعي او البيز بتاعي كام، الوزن بتاعي بتاع اي ديجيت بكام. طب انا هسأل على حاجة، هو من 0 ل 9 كام رقم؟ من 0 ل 9 دول كام رقم يا جماعة؟ مين يجاوب؟ 10 ارقام. 10 ارقام مظبوط، يبقى البيز او الويت اللي هشتغل عليه 10 خلاص. يبقى انا بعرفها ازاي؟ بشوف النظام بتاعي ده كل ديجيت من كام لكام، بشوف من كام لكام دول كام رقم، يعني من 0 ل 9 يبقى دول 10 ارقام، يبقى هو الايه الويت بتاعي 10 خلاص. طيب بس او البيز بتاعي ب 10. طب الرقم 3 وزنه كام؟ 10 تو ذا باور 0، خدت بالك؟ الرقم اللي بجنبه بقى على شماله الاتنين، يبقى 10 تو ذا باور كام؟ 1. لو في رقم تاني على شماله يبقى 10 تو ذا باور 2، وبعدين 10 تو ذا باور 3، 10 تو ذا باور 4، 10 تو ذا باور 5، وهكذا. ودي بفكرها لك اللي خدتها زمان، الأحاد والعشرات والمئات والالافات، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ خدت الاحاد؟ ايوه فاكرين. يبقى التلاتة تتضرب في ايوه كام عشان تعرف هي قيمتها كام؟ تضرب في وزنها، وزنها كام؟ 10 تو ذا باور كام التلاتة؟ 10 تو ذا باور كام؟ زيرو. زيرو. اول واحد على اليمين تو ذا باور زيرو، اللي على شماله يبقى 10 تو ذا باور كام؟ واحد. واحد اللي بعديه 10 تو ذا باور، لو ظهر رقم تاني يبقى 10 تو ذا باور 2، 10 تو ذا باور 3، 10 وهكذا. فهو كاتب لك اهو 3 في 1 زائد كل واحد تجيب الويت بتاعه تضربه في الديجيت وتجمع، يعني التلاتة تضربها، اهي التلاتة ده الديجيت تضربه في الوزنه 10 تو ذا باور 0 يعني 1، مش 10 تو ذا باور 0 بواحد يا جماعة، 10 تو ذا باور. ايوه تمام. الاتنين تضربها في كام؟ في 10 تو ذا باور 1، 10 تو ذا باور 1 بكام؟ عشر. ب 10. يبقى دي الاثنين عملت 20، والثلاثة عملت 3، مجموعهم 3 زائد 20 ب 23. خدنا بالنا من الكلام ده؟ يبقى أي رقم عشان تعرف هو قيمته كام لازم تعمل الطريقة دي. فبالنسبة للديسيمال هو رقم 23 اللي أنا قريته 23، يعني انت قريت 23 هو قيمته هتبقى 23 نفسها، فصصناها لك اهي بالطريقه دي. هو راسم لك تحت بقى اهو، كاتب لك، حد يفسر لي بقى ايه 10 تو ذا باور 0 و10 تو ذا باور 1 و10 تو ذا باور 2 كلنا شايفينها، وحاطط لو في ديسيمال بوينت كاتب 10 تو سالب 1 و10 تو سالب 2 و10 تو سالب 3، 10 تو ذا باور سالب 3 وهكذا. واخدين بالنا من دي؟ يبقى لو في رقم عشري
بداية الرقم العشري الويت بتاعه اللي على يمين البوينت هيبقى 10 تو ذا باور سالب 1، 10 تو ذا باور سالب 2، 10 تو ذا باور سالب 3 وهكذا. واضحة البتاع اللي مكتوبة تحت دي ولا لأ؟ نعم ما فهمتها. حلو، انت 10 تو ذا باور 0 و10 تو ذا باور 1 و10 تو ذا باور 2 فاهمها؟ اللي على الشمال. تمام. طب اللي على أيوة. يمينها لو في بوينت رقم عشري هقول لك نص بوينت 5 0.5 يا باشمهندس. ال5 تتضرب في كام عشان تجيب القيمة الخمسة 0.5؟ ال5 تتضرب في كام؟ 10 أس سالب 1. 10 اس سالب 1 صح كده؟ يبقى 5 في عشر، مش اللي هي 5 على 10 اللي هي النص. طب لو كانت بوينت أي 05 يبقى الخمسة مئات، يعني 5 في كام؟ في 10 اس سالب 2 اللي هي 5 على 100. خدت بالك؟ فانت بتقول على 100 دي ازاي؟ يبقى بعد العلامة اللي على يمين العلامة اول واحد مضروب في 10 اس سالب 1، اللي بعديه 10 اس سالب 2، اللي بعديه 10 اس سالب 3 وهكذا. اللي ما كانش فاهم فاهم ولا لسه؟ ايوه تمام مفهومة؟ طيب تمام طيب تمام. تعال نستكمل ده اهو، رقم اهو 568.23، ده رقم ايه؟ ديسيمال. التمانية الويت بتاعها كام يا جماعة؟ التمانية ويتها كام؟ 10 و6 عشرة أس زيرو يعني بواحد. والستة؟ 10 الستة ويتها 10 و6 اللي هي العشرات صح كده، 10 أس واحد اللي هي 10. الخمسة ويتها كام؟ 10 و2 عشرة أس اتنين. طيب بوينت 23 اللي اتنين ويتها كام؟ 10 سالب 1 10 اس سالب 1. والتلاتة الويت بتاعها كام؟ 10 سالب 2 بالظبط، 10 اس سالب 2. هو كتبها لك اهو في سطر واحد، 5 في 10 اس 2 زائد 6 في 10 اس 1 زائد 8 في 10 اس 0 زائد 2 في 10 اس سالب 1 زائد 3 في 10 اس سالب 2. خمس ترمات لانهم خمس ارقام، لما تجمع دول هتلاقي ان طلع لك النتيجه اللي هي 568.23. واضحه؟ في مشكله؟ نعم. لا تمام طيب بسرعة بس معلش. نعم ها تعالى للباينري بقى، نظام الباينري نمبر. الباينري يعني بعبر عن حاجة بالزيرو والايه والوان فقط، بعبر عن الحاجة بايه يا جماعة؟ بالزيرو والوان. اسأل اول حاجة البيز بتاعي بكام؟ هو البيز في الديسيمال قلنا بكام يا جماعة؟ 10 10، عشان كل ديجيت من زيرو لكام؟ لتسعة. طب هنا كل ديجيت من زيرو لكام؟ واحد لواحد، يبقوا كام رقم دول؟ اتنين، يبقى البيز باتنين. يبقى هتعمل نفس الكلام اللي عملناه قبل كده، بس بدل ما بتقول 10 تو ذا باور 0، 10 تو ذا باور 1، 10 تو ذا باور 2، يبقى 2 تو ذا باور 0، 2 تو ذا باور 1، 2 تو ذا باور 2 وهكذا، صح ولا لا؟ ايوه تمام طيب هو بقى عمل لك جدول ينظم لك العمليه، قال لك لو عندك ارقام ديسيمال من 0 ل 15 الباينري المناظر ليه معايا. تعال نشوف الزيرو. الزيرو بالبديهيات هو عاملهم ممثلهم في اربع خانات، ممكن اربع خانات. انت عارف ان الصفر على الشمال بصفر مش كده؟ اي صفر على الشمال بصفر صح؟ في اي نظام اي صفر على الشمال بصفر، فهو حاطط اربع صفار جنب بعض مش فارقه لو حط صفر واحد حتى، بس عشان يكمل الجدول، عشان الجدول فيه اربعه بيتس، او اربعه بيتس دي يعني ايه؟ اربعه احرف يعني اللي هي بيسموها بيتس في النظام الباينري. طب تعالى الون رقم واحد، حد يقدر يفسر لي ازاي الواحد اتكتبت بالصف التاني كده؟ اتكتبت واحد وتلات اصفار جنبها ازاي اتكتبت كده يا جماعة؟ حد يقدر يعرف يقول لي؟ ها ازاي قال لك ان الواحد بالباينري عبارة عن واحد وجنبيه تلات اصفار ازاي دي؟ ها مين يجاوب؟ ها شباب هي 2 اس 0 و2 اس 1 بالظبط، و2 اس 2 الله ينور عليك. اول حاجه 2 اس 0، ف2 اس 0 يعني بواحد، فلما واحد يتضرب في واحد في نفسه يبقى في واحد يطلع الواحد، الباقي كله كملته صفار عشان اطلع النتيجه بواحد.
يعني بتعملها كأنك عملية عكسية كده في دماغك. طب اتنين، مين اللي ويته اتنين يا جماعة؟ مش تاني ديجيت؟ مش تاني ديجيت اتنين تو ذا باور وان بكام يا جماعة؟ تو تو ذا باور وان بكام؟ اتنين تو ذا باور واحد بكام؟ باتنين. فهظهر الواحد في تاني خانة عشان هي دي اللي مكانها اتنين تو ذا باور واحد، واللي حواليها اللي يمينها وشمالها اصفار زي ما انت شايف. طب التلاتة ممكن اكونها ازاي؟ التلاتة ممكن اكونها ازاي؟ دي واحدة يا جماعة بس، دي واحدة. انا عندي بس الايه الواحد، الزيرو طبعا واضحة كلهم بصفار، مش كده؟ عندك مشكلة في الزيرو؟ ها؟ اللي بيقول تاني. دكتور لا طب دكتور ما عنديش الواحد، مشكلة. الواحد برضو ما فيهاش مشكلة. الواحد على اليمين، الويت بتاع الحاجة اللي على اليمين بكام يا باشمهندس؟ أول واحد على اليمين ويته كام؟ ماينس صفر. إيه؟ ماينس إيه؟ اتنين باور كام؟ اتنين بار صفر. اتنين صفر. باور صفر، صح كده؟ اتنين باور صفر بكام؟ واحد. بواحد. واحد يتضرب في واحد يطلع واحد. واحد، اهو النتيجة بواحد، والباقيين كلهم اصفار زي ما انت شايف. ايه مشكلتها؟ ها؟ الاتنين، انا عايز بس اللي بيسأل ده يبقى معايا. الاتنين مين تاني ديجيت بواحد؟ تاني ديجيت عندك بواحد من ناحية اليمين، انا بعد من اليمين. الواحد ده ويته كام يا باشمهندس؟ اللي سأل، الواحد ويته كام؟ تاني واحد ده ويته كام؟ ايوه المفروض ايوه 2 تو ذا باور كام؟ وانت مغمض. 2 تو ذا باور 0، اللي بعديه 2 تو ذا باور كام؟ ها؟ واحد واحد. 2 تو ذا باور واحد بكام؟ اثنين 2. 2 في واحد بكام؟ اثنين بس طلعت لك الاثنين اهي، فهمتها؟ 3 حط لك واحدين، لان الثلاثه دي بتتكون من واحد زائد 2. مجموعهم يعني. ما هو الواحد اللي على اليمين خالص ويته كام؟ وزنه كام يا باشمهندس؟ اتنين تو ذا باور كام؟ ماشي تمام. 2 تو ذا باور 0، والواحد اللي بعديه 2 تو ذا باور 1، يبقى 2 زائد 1 ب 3. الاربعه اللي بعديها الديجيت التالت من اليمين، الديجيت التالت من اليمين 2 تو ذا باور كام يا باشمهندس؟ او الناس معايا كلهم 2 تو ذا باور كام؟ 4 2 تو ذا باور 4. ركز، 2 تو ذا باور كام؟ 3 3. ايه ما تمشي بالترتيب، 0 1 2، 2 تو ذا باور 2. تمام. ركز شويه، 2 تو ذا باور 2 بكام؟ ها؟ 2 تو ذا باور 2 بكام؟ ب 4. أربعة اهي طلعت لك الاربعه اللي انت شايفها حضرتك. الخمسه مش 1 زائد 4؟ اول واحد على اليمين ويته 2 تو ذا باور 0 اللي هي ب 1، تالت واحد اللي هو الويت بتاعه 2 تو ذا باور 2 اللي هو 4. 1 و4 كام؟ ها؟ 5. الستة، فسر لي أنت الستة دي جت إزاي؟ خمسة واحد كم؟ الستة بكم؟ ركز شوية، الستة بتساوي إيه؟ خلي بالك أنت لما بتقول مجموع أرقام بتقول مجموع مضاعفات الاتنين، يعني أنا سامعك بتقول 5 زائد 1، طب الخمسة دي زائد واحد، طب ما تقول 2 زائد 4. لما تيجي تتكلم تقول مجموع حاجات مضاعفات الاتنين، خدت بالك؟ فاتنين زائد اربعة، اتنين اللي هو انهي ديجيت؟ انهي ديجيت اللي ويته الاتنين؟ تاني ديجيت من اليمين، وانهي ديجيت اللي ويته باربعة؟ تالت ديجيت من اليمين، يبقى الاتنين دول ديجيت واحد يعمل لك الست. معايا ولا لا؟ ها؟ خلي بالك الموضوع هيبقى سهل قوي بالنسبة لك بعد كده، يعني دلوقتي عشان أول مرة، لكن بعد كده هتلاقي إن بتاع الجدول ده في دماغك على طول إن شاء الله. معايا؟ ها الستة فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة ده. ها؟ طيب السبعة، السبعة عبارة تمام يا دكتور. ها؟ السبعة، تمام. السبعة عبارة عن إيه؟ واحد اتنين أربعة، تلات واحد جنب بعض دول، يعني مش عملوا السبعة؟ ها؟ الواحد الأولاني وتو واحد، الواحد التاني وتو اتنين، الواحد التالت وتو أربعة، واحد واتنين تلاتة، تلاتة وأربعة كام؟ ها؟ ايوه. ايه؟ سبعة سبعة 7. التمانية جت منين بقى؟ ها؟ 2 أس 3. 2 اس 3، الله ينور عليك، اللي هو رابع ديجيت، رابع ديجيت. ها؟ 2 تو ذا باور 3 بس اهو. 9 تيجي منين؟ ايه؟ 2 اس 3 اللي هي ب 8 حضرتك. ها؟ 9 جت منين؟ 2 2 أس 0 باور و2 أس 3 3 و2
بالثمانية والواحد. التمانية والواحد صح، الباشمهندسة بتتكلم صح. التمانية والواحد اللي هي اتنين أس تلاتة واتنين أس زيرو، مكان اتنين أس زيرو اللي هو أول واحد، مكان اتنين أس تلاتة اللي هو آخر واحد اللي هو رابع واحد يعني. طب العشرة؟ 2 أس 3 واتنين أس واحد. صح، مكان 2 اس 1 اللي هو تاني واحد، 2 اس 3 اللي هو اخر واحد اللي هو رابع واحد يعني، انا بتكلم من ناحيه اليمين. ال 11 واحد 2 أس 3 و2 واتنين أس صفر و8 واتنين لازم، أس واحد. 1 و2 و8، 2 اس 0 و2 اس 1 و2 اس 3. ال 12 2 اس 2 و2 اس 3، خدت بالك؟ ال 4 وال 8. ال 13 ها اتنين أس صفر اي واتنين أس اتنين واتنين أس تلاتة. صح، 2 اس 0 ب 1 و2 اس 2 ب 4 و2 اس 3 ب 8، يديني ال 13. ال 14 2 اس 1 و2 اس 2 أس و2 اس واحد اتنين أس اتنين أس تلاتة. ال 15 اتنين أس واحد اتنين أس صفر واتنين أس اتنين 2 اتنين أس اس تلاتة. 0 و2 اس 1 و2 اس 2 و2 اس 3. الجدول طب ده أكتر من كده يا دكتور، ما أكتر من تقدر كده المفروض. تكمل، هو عامل لك بس من 0 ل 15، اكتر من كده ما تكمل، ايه المشكله بتاعتك؟ مش انت في 2 اس 4 ب 16 و2 اس 5 ب 32 وهكذا؟ تمام كمل، همتحنك في الجدول ده الاسبوع الجاي، تمام هنعمل امتحان شافي وكده في الاول، خدت بالك؟ في الجدول ده ايه رايك؟ في مشكله اصلا في الجدول؟ ها؟ لا لا تمام يا دكتور. لا يا دكتور ما فيش حاجة. تمام جميل تمام نعم تمام يا دكتور تمام. لا تمام يا دكتور. طيب نكمل كده 17. طيب بيقول لك هنا ازاي تحول الباينري نمبر لديسيمال، يعني ازاي عندي باينري نمبر ازاي احوله لديسيمال، للديسيمال المناظر ليه؟ لا اللي احنا عملناها الجدول اللي عملناه دوت كل واحده ضربها في الويت بتاعها، تمام ولا لا؟ طيب الواحد اللي على اليمين خالص دوته كام؟ الواحد اللي على اليمين دوته كام؟ اتنين اس زيرو طيب من الصفر. والزيرو؟ الزيرو ماليش دعوة بيه لأن أنا هضرب فيه مش ما عمليش حاجة، الواحد ويته كام؟ اتنين اس اتنين. وده الواحد اللي بعده؟ اتنين اس تلاتة. اتنين اس تلاتة. الزيرو اتنين اس أربعة، اللي بعده اتنين اس خمسة، اتنين اس ستة، أهو كاتبها لك أهو، اتنين اس زيرو تتضرب في الواحد، اتنين اس واحد في زيرو ما تعملش حاجة، اتنين اس اتنين في واحد، اتنين اس تلاتة قصادها واحد، 2 اس 4 قصادها 0، 2 اس 5 قصادها 1، 2 اس 6 قصادها 1. يبقى اللي هيتجمع اللي قصاده 1 اللي هما كام بقى يا باشمهندسين؟ 2 اس 6، عايز اعرف القيمة. يبقى 2 اس 6 ستة زائد 2 اس واتنين 5 اس خمسة زائد 2 اس زائد 3 اتنين. زائد 2 اس 2 زائد 2 اس 0، تجمعها بالآلة الحاسبة تطلع ال 109. فيها مشكلة؟ لا تمام دكتور. طيب. طيب. برضو في سؤال تاني باينري تو ديسيمال بس حاطط بوينت، مين يقولها لي دي؟ 0.1011. اول واحد ده عندي الواحد اللي من ناحية الشمال ده بعد البوينت على طول ياخد ويت قد ايه يا جماعة؟ 2 سالب سالب واحد. اول واحد بعد البوينت يا باشمهندسين اول واحد 10 سالب واحد. 10 10 مين اللي قال 10؟ 10 سالب واحد. 10 مين اللي بيقول 10؟ 10 ايه يا باشمهندس؟ ايه ده؟ باشمهندس 2 سالب واحد. 2 هو ده مش البيز ب 2، ده باينري يا باشمهندس. ليه قلت 10؟ سالب واحد. صح كده، يبقى 2 اس سالب 1 وتمشي بقى لقدام، 2 اس سالب 2، 2 اس سالب 3، 2 اس سالب 4، هو عاملها لك. الواحد تضرب في 2 اس سالب 1، الصفر في 2 اس سالب 2، الواحد في 2 اس سالب 3، الواحد في 2 اس سالب 4 وتجمعهم. 2 اس سالب 1 يعني نص، 2 اس سالب 3 هي اللي قصادها 1 اللي هي تمن، 2 اس سالب 4 اللي هي بوينت او 625 اللي هي نص التمن يعني. معايا يا جماعه؟ فيها مشكله دي؟ لا تمام طيب تمام. طب العكس لو عندي ديسيمال عايز احوله لباينري اعمل ايه يا جماعه؟ ممكن بالاستيميشن زي ما احنا كنا قلناها، وفي طريقه حلوه قوي لو العكس، انا مديك الديسيمال وعايز الباينري. لو انا مديك الديسيمال وعايز في صوت حد بس يقفل المايك الصوت عالي قوي، لو عندي ديسيمال عايز احوله لباينري اعمله ازاي يا جماعه؟ بصوا الطريقه اللي قدامي دي، اقسم على البيز بتاعي
واحط الباقي، واحط الباقي بتاعي. يعني مثلا رقم زي 95 معايا، في طريقة سهلة قوي. 95 دي لما تقسمها على 2 تديك كام يا جماعة؟ 95 لما تقسمها على 2 تديك كام؟ ها؟ 95 على 2 فيها كام؟ 47 ونص. 47 ويتبقى ونص، يتبقى واحد. لا انا عايز يعني نتيجة ايوه يا واحد. ويتبقى. خلاص بيتبقى واحد. 47 على 2 يديني كام؟ 23 ويتبقى، 95 ها؟ يتبقى واحد. يتبقى واحد. بص الرقم لو اود يتبقى واحد، لو رقم ايفن يتبقى زيرو. ممكن تاخدها كده. 23 على 2 فيها كام؟ 11 وشوية، يعني 11 ويتبقى واحد. 11 على 2 فيها الخمسة ويتبقى واحد. حاطط كل باقي على جنب كده، جنب الرقم. 5 على 2 فيها كام؟ 2 ويتبقى واحد. 2 على 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد ويتبقى واحد زيرو. زيرو 1 على زيرو 2 صفر وشوية، صفر ويتبقى واحد، لأن الواحد واحد أول ما أوصل للصفر تحت خلاص أقف. بص بقى الأرقام اللي جات لي اللي فيها وحايد وصفار دي، العمود ده أكتبه إزاي؟ ليست أكتب لك ال اس بي و ام اس بي، اختصار ليست سيجنيفيكانت بيت وموست سيجنيفيكانت بيت. إيه دي؟ أقل ويت وأعلى ويت. أعلى ويت فين يا جماعة؟ الواحد اللي تحت خالص. ممكن تكتبها لو بتكتبها من الشمال اليمين من تحت الايه، يعني تكتب الواحد تحت خالص ده، هو ده اللي يبقى الشمال، اللي فوقيه ده اللي على يمينه، يعني تكتبها بهذا الترتيب. يعني انت لو بتكتب من فوق لتحت هيبقى من اليمين للشمال، لازم تكتبها صح. في ناس بتطلع النتيجة وروح كاتبها غلط، تروح عكس الايه الترتيب خالص. واحد بقى عايز يتأكد النتيجة اللي طلعها دي هل هي 95 ولا لا، يعمل ايه؟ احولها للديسم. ازاي؟ ان اضرب كل واحده في ايه؟ في الويت. الواحد اللي على اليمين ده ويته كام؟ 2 اس اتنين اس صفر. يبقى واحد زائد اتنين زائد اربعة زائد تمانية زائد ستاشر، ال 32 قصادها صفر يبقى ما عدهاش، زائد 64. لما تجمع المجموع ده يطلع لك كام؟ لقيته 95، يبقى انت كلامك صح. مظبوط كده؟ صعبة؟ دكتور هو الزيرو اللي قصاد الاثنين ده مش المفروض 5 على 2 في 2 ونص، يبقى فاضل 2 وفاضل 1. اهو طب اتنين اهو وواحد اهي، هنا الواحد بيتحط جنب الخمسه يا باشمهندس. بص جنب طب اي رقم، الزيرو بص اللي الزيرو قصاد الاثنين حضرتك، الاثنين ده ايفن، ايفن رقم زوجي، اللي زوجي قصاده هتلاقيه زيرو، الفردي هتلاقيه قصاده واحد. تمام. ماشي طيب تعالى بقى نكمل نشوف اللي بعديها ايه. بس خلي بقى الباينري اريثماتيك، لان كده المحاضره قربت تخلص، لان ده موضوع جديد، ده اللي هنبدا بيه المره الجايه. هنعمل مراجعه سريعه في اول المحاضره الجايه ان شاء الله، لما تقابل السبت الجاي ان شاء الله في الكليه، وهنعمل مراجعه على هذا الكلام ونسال الناس كده ونعمل زي ديسكشن، وندخل في المره الجايه في الباينري اريثماتيك. في اي اسئله بالنسبه لنا يا جماعه او اي مشاكل؟ لا تمام كده. لا تمام. طيب بشر. نعم بعد اذنك يا دكتور، هيبقى في بي دي اف معانا لل ما انا بعت لكم، انا بعت لكم باوربوينت على فكره، ما هو بتاع البي دي اف، بعتها على جروب الواتس، بعتها على جروب ايوه يا الواتس. دكتور. ماشي ماشي المحاضره دي اتسجلت وهنبعتها. يعني بشكركم الاول على حسن استماعكم، يعني ماشي. هي كده المحاضره دي ايه، تعتبر انتهت. شكرا.